يعني أوريكم وجباتي لليوم اللي لحد الحين ما أكلت منها ولا شيء. الحين صار الساعة 5 العصر وأنا صاحي من بيتي يا جماعة، بس كذا مع كثر انشغالات ما مداني حتى أكل، بس والله كويس. المهم عندنا هنا سلطة، فيها سلطة، قلت هنا في عندنا سلطة جوتها سلطة. ما عليكم، بديت أخرف من الجوع يا جماعة، والله ميت الجوع من أول، بس قلت خليني أصبر خليني أصبر. المهم اتوقع اروح اوزن الحين، استنوا قبل ما ناكل، والله اروح اوزن الحين عشان نشوف اذا خسينا من امس ولا لا. عندنا هنا باذنجان مع لحم مفروم مره لذيذ ومسوي بطريقه مره حلوه، وشوفوا ما في دهون ولا شيء. وعندنا هنا سلطه فيها لوز وفيها بطاطا حلوه وفيها طماطم مجففه وبروكلي وبيض وصدور دجاج، وكمان تحطوا فيها الافوكادو. هم حاطين الافوكادو في المويه عشان ما يسود، بس صفوه تحطوه. سلطه هذه مليون فيتامينات، فهذا اكلي لليوم. ما ادري ما جاب لي نص الضعف في تمر، هذا الرطب والسكري وما روتان ايش تسموه بالضبط، لذيذ اعشقه. ايش رايكم نسوي اليوم؟ ما اكلنا ولا شيء لحد الان، ناكل بس تمر ولبن ولا حرام اكلاتنا اللي جابوا لنا اياها؟ ما يضر صح، شويه اعشق اعشق التمر. المهم خلونا نروح نوزن وان شاء الله خير، يا رب ما اكون زدت يا رب. قبل ما اقول لكم كم وزني، دقيقة جت لنا طلبية. هاي احب الايام اللي تجي فيها طلبيات، المشكلة انا كل يوم الحمد لله. For you. This is 530. Yes. Yes. Count it please. عرفت الطلبية يا جماعة، هنفتحها بعد شوية معاكم، بس قبلها خليني اقول لكم الخبر الحلو اللي كنت اصغرط عليه. اقدر اكل الحين، اروح اكل اي شيء خلاص. طبعا يا جماعه الخبر الحلو انه اخيرا رجعت لنفس وزني قبل ما اسافر. ال 800 جرام اللي نزل ثانكيو ليه؟ وين تصفق الحاره ليه؟ ال 800 جرام اللي زدناها في السفر باح باح. تخيلوا يا جماعة إن الصدفة وشاءت الأقدار إني يعني لدرجة جسمي عنيد إني نزلت بس 800 جرام اللي زلته، بس يعني. ولا حتى 50 زيادة ولا 100. سافرت وأنا وزني 62 و650 جرام، بعدين زدت 800 جرام، واليوم وزنت على الميزان ولقيت نفسي 62 كيلو و650 جرام بس الوزن، بس والله إني مبسوطة ما توقعت. صح اني امس، لا 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 راح استمر، ابغى اوصل 60. والله مبسوطة الحمد لله، والله مرة مرة مبسوطة. احلى شيء ليش تسوي؟ ولا وتعلم الضحكة الجديدة مستفزة، وري الضحكة هذه ورينا. يا جماعة الحين قبل قررت انه خلاص استنى نص ساعة اكل حقي الكولاجين، قصدي اشرب، بدأ مخي يخربط. هذا لما يصير مره جوعان بزياده والسكر عندي يقل بطريقه جنونيه فابدا اخربط. تخيلوا امس لاول مره في حياتي حسيت بشعور الاغماء، في حياتي ما حسيت فيه. كنت قاعده على الكنبه وقاعده على الجوال، بعدين فجاه في هواء مره قوي برا وتراب وكذا، وكان الشباك مفتوح. ايش؟ دوخه. ايوه وغثيان حامل. لا لا والله السكر هذه نزل برا. المهم يا جماعه تخيلوا، فخفت على البيت يتوسخ يدخل التراب وكذا، قمت بسرعه كذا من الكنبه عشان اقفل الشباك، وبعدين لما قفلته حسيت بدوخه مره قويه، وبعدين كذا الحمد لله انه هذا الشباك استنى، هذا هو الشباك وانا كنت قاعده هنا، فجيت لما الف ابغى اقعد على الكنبه فجاه حسيت بدوخه مو طبيعيه. وتخيلوا اني مسكت كذا في الكنبه وقاعد اشوف قدامي ما اشوف شيء، كل شيء صار لونه اسود، بس انا قدرت امسك الكنبه. يعني لو يدي ما كانت على الكنبه وقتها يمكن كنت طحت واغمى علي، لانه حرفيا كل شيء صار اسود قدامي. تخيلوا والله انه شعور مره يخوف،
بس الحمد لله انه استمر بس كذا ثواني يعني يدوب ثانيتين كذا مو يعني ثانيتين ونص كذا وراح. اي صح كمان كنت اوريكم شعري اللي قاعده تسوي حرفيا 40 دقيقه هذا قليل ضبط مع الكلام مع الباب تخيل 40 دقيقه في النهايه شوف ايش صار في الشعر يوه مره ما ينفع في هذا بس ستريت هذا الشعر بس ستريت ما ينفع فيه اي ويفي اي فير اي شيء مره ينرفز والله نرفزني هذا الشعر صراحه قاعده اعد الايام عد اني اغيره تفشت منه هو ناعم بزياده عن اللزوم وهذه ناعمه وبنفس الوقت يعني مو حلو الشعر الناعم بزياده انه حلاوته انه يظل ناعم ما تضطر تسوي استشوار وكذا لكن لما تسوي تسريحه شيء ما يقعد عارفني حطيت لي سبراي المهم امس لما سويت معاكم كولاجين صراحه طعمه انهيار فقلت تعرف ايش راح اسوي راح اسوي بشويه لبن وازود عليه مويه عشان الطعم كذا يغيرنا شويه من الطعم لانه الطعم لا يطاق استغفر الله مره طعم حلو فان شاء الله بعدين حنزل لكم كل الاشياء اللي اسويها خلال يومي عشان اقدر ارجع طاقتي بعد السفر انحف نقص الفيتامينات بشرتي اللي انعدمت كل يوم ميك اب ولا اليوم لانه عندنا تصوير عشان كذا تمكيج فمن يوم ما رجعنا من السفر وانا مسويه روتين تقريبا هو 7 خطوات في اليوم فان شاء الله راح اصور لكم كل الخطوات هذه اللي اسويها من اول ما اصحى لما انام في خطوات كثير منهم انتم عارفينها بس في خطوات كذا زياده وصارت خلاص ضمن الروتين لانه في احيانا ايام اسويها احيانا ما اسويها فصارت خلاص كذا ضمن الروتين عشان اي شيء روتين وتستمروا عليه راح تشوفوا منه النتيجه اما شيء كذا تسويه يوم وعشر ايام لا ما حتشوفوا عليه نتيجه وقاعد اشرب هذا اللي جابت لي امي هو عباره عن الي هذا هو جابت لي ولابوي كمان يسد الشهيه ينظف الكلى لا الحمد لله ما وجع لي بطني انا حتى خفت مكتوب انه يسد الشهيه وكذا قلت اوه شكله بس طلع لا منتج مره حلو هذا منتج روسي ومكون من اعشاب بس 11 نوع اعشاب فامي قالت لي انه نوع طبيعي يعني مره كويس للجسم واشياء طبيعيه اصلا يعني مو مصنع وكذا فقلت ليش ما اخذه عادي انا خفت انه يوجع لي بطني بس الحمد لله حطيت هنا 4 أشياء أولهم كولاجين ثاني شيء بروبيوتيك ثالث شيء بلوبيري مجفف ورابع شيء الأعشاب هذه اللي جابت لي يا أمي والحين راح نخلط كل شيء مع بعض علي علي النار رفع طبعا استلم الطبخ لأول مرة في التاريخ لثاني مرة في التاريخ قاعدين نسوي وصفة يعني لا طلعت حلوة ترى لأني أنا اللي سويتها إن شاء الله تطلع حلوة والله لأن شكلها مرة مغري فراح ناخذ كذا أوه عشان راح أصير مرة متكتلة وأنا ضيف موية كمان على فكرة صاحبة تيري جاية أنا ما قلت لها صاحبة تيري جاية ما قلت لها والله مرة راح تنبسط تقدرين نكتب بعد شوية فيا إلي من أول تقولي عادي ناجي صاحبتي عشان تقول لا لا إلي مدرسة ما أدري ما ينفع فجأة هي صاحبتي تتصل تقولي عادي إيش قلت لها تعالي حزود موي لأنه مرة صار مرة ثقيل شايفين هنا بنفسجي من البلو بيري هذا اللي حطيناه يلا بسم الله طعمه صراحة ماش بس مع العصير شيء حالي ممكن يصير أحلى بس الحين كذا يلا أحسن من الموية صراحة مع الموية ما ينشرب والله لما أشرب أحس كذا بغثيان على طول بطر استغفر الله بسم الله لا ومشكلته إيش إنه ثقيل يعني ما يمكنكم تشربوه دفعة واحدة كذا على السريع
شوف بالألياف هذه كده يصير الخليط مرة دقيق. اوكي هالبال ما ينطبخ الدجاج معانا، خلونا نفتح الشحنة اللي وصلتنا اليوم اللي فيها اكثر شيء حمس في الحياة بالنسبة لي. اوكي ريدي جايز، انا ابى اروح كوريا بس عشان هذا الشيء، عشان اجيب منه الشنطة كاملة حرفيا. هجيب شنطة كذا فاضية وما فيها ولا شيء، واول ما اوصل كوريا راح اعبيها بهذا المنتج اللي هو اوتش. ياي وزير الميك اب بفضل عندي بحياتي يا جماعة، هذا فنان خلص عندي لما سافرنا، وصراحة وحشني كثير، اشتقت له والله. يعني هذا كل شيء وايبس ومزيل ميك اب بعلبة واحدة، ما تحتاج انكم تاخذوا وايبس وتقعدوا تغرقوها بالمزيل ويشيل هذا من هنا من ال، بس صراحة مزودين سعره مليون والله. في كوريا تقريبا سعره ب 10 درهم 7 درهم، هنا ب 25 درهم تخيل، مرة ثلاثة ادبال يمكن. المهم طلبته فلانه صراحه كان مخلص من عندي وجبت كميه يعني محترمه نوعا ما. لا كوريا يبغى لها زياره ثانيه صراحه. اي والله والله العظيم، خاصه الحين اتوقع متى عندهم ال احلى جوده الحين والله والله. اه طلعنا اميره كذا 10 ايام شكلين عندها مدرسه بنتي اجازتها لسه اليوم قريب كذا قريب ما ادري، اتوقع اقرب اجازه ديسمبر راح تكون. يا والله 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 لو في اجازه اسبوع 10 وديسمبر حيكون كوريا برد، وانا ما احب اسافر دول اللي فيها برد في البرد. اوكي سو خليني اوريكم الشحنه. عندنا اول شيء هذا الوايبس، جبت منها هذا النوع كمان اللي هو عباره عن زي كلينزنج وايبس، يعني هذه ما تشيل ميك اب بس كده تنظف لكم بشره. اوكي بس غريبه والله المنتجات وصلتني حاره ليه كذا، يعني هذا المنتجات المفروض تكون برده. المهم بعدين عندنا سيجما يا جماعه، ما في احلى من فرش سيجما والله انها تعيش معاكم. تعرفوا انه عندي فرش سيجما صار لها اكثر من يمكن 7 سنوات، يمكن اكثر حتى، اتوقع ما اتذكر متى بالضبط اشتريتها، قبل ما اخلف الين او بعد ما اخلف الين، بس انا متاكده انه صار لها 6 سنوات معي لليوم للحين في غرفتي عايشه واستخدمها كل يوم. بس ايش صار فيها؟ تقشر هذا الخشب، مكان الخشب صار مبين. والله فرش سيجما صح انها شويه غاليه بس كانت اغلى اول، حسيت انه سعرها رخص الحين مقارنه مع الفرش الثانيه، يا انها احسن فرش ممكن تستخدمها في حياتكم والله العظيم. فجبت هذا السيت اللي هو 7 فرش مع بعض، هذه فنانه بلندنج، هذه الايلانر فنانه، هذه هو سيت مع بعض فمره حلو. وجبت للكابوكي برش، اتوقع هذه سوفت انجلد، اه هذه الكنتور، وين كابوكي ما جبتها؟ اوكي المهم علي، انا جبت الكنتور، هذا كنتور باودر يمكن استخدمها، بس اهم شيء بالنسبه لي العيون. وعندنا اخر منتجين، الكرتون خلص، اخر منتجين ابريكوت بيلينج جل اللي هو جل يسوي تقشير البشره، منتج كوري صراحه هذا البراند مره حلو منتجاتهم، استخدمت من عندهم سيرومين وخلصتهم مره حلوين. وعندنا هذا كمان اللي هو ما ادري انا نسيت ايش طلبت، دقيقه خلونا نشوف مع بعض. كلينزنج فوم، تنظيف العميق، هذه تنظف المسامات من جوا. فهذا هو، هذه مشترياتي يا جماعه. اوكي متى حتجهز الطبخه حقنا هذه يعني؟ والله المكرونه طولت، لو كنت اعرف انك كذا كنسلتها اول بعدين سويتها في الخلطه. والله مره طولت، متنا جوع. المكرونه مره ما ادري ايش بها. والحل؟ ما في تصبيره كده شابوره جنبك كليجه ولا شيء؟ هذه التصبيره وريهم ايش وين؟ اه قصدك على ده؟ خلاص انا حخلصه بعدين، لا تزعلي تقولي لي قطعته ومدري ايش. كيف؟ العافيه. الله يعافيك. ايوان انت يصير دبه شويه ترى. اه لسه عاملين. ها؟ 50 50 ايش بزعل؟ 50 طب كويس الحمد لله. قولي تعب. اوه ماي جاد تقول لك سمنت عشان كذا صارت تتعب دحين. انت اول كم لما يجي عندنا؟ اربعة خمسة لا 75 عادي زادت 5 كيلو ما في 5 كيلو
انا اقول اميره وين ودت الاوزان اعطتيها ايوان ها؟ الوزن حقك اعطتيها لا 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 اقول لك ايش صار ميمي مو تطلب اجلاك ميمي هذا ايوان هذا ميمي مشكله صح؟ كل يوم تسوي اكل صح؟ كل يوم قلت لك اختك هذه تسوي مشروع تسمين هذا يعني ما تخيل اي واحد يبي يسمن عندكم ميمي يعني او تتبعوا يعني خطوات اللي تتبعها واسلوب حياتها تسمنوا على طول الا انا ما قدرت اتاثر عليها لا يا شيخه هذه المره بس مره لا تفرحي ترى كل مره تيجي كانت تسمينك كلوان ثلاثه كلها 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 والله يا جماعة أميرة سوت لنا طبخة تفوز تفوز صراحة أشكرك صراحة بعنف بالعافية إيش بقلبتي دحين ما أكلت هذا المكرونة إيش هذا جربتها لقمة بس تأكدت إنها حلوة لازم تأكل إيش بك ولا السمن أندم أندم كذا لما أقول لك دواقة جرب تخسر شيء لما يعجبك شيء ذوقي انا اندم ليش؟ لانه يكون مشتهيته بزياده طب عادي ذوقي لقمتين ثلاثه ما تاثر فيكي هو متى الواحد يسمن يا اميره لما ياكل من الشيء مره كثير ترى والله انا اكلت لقمتين ثلاثه يعني لو تاكلي لك صحن زي هذا ابدا والله ما حتسمني شوكه شوكه اقول لك لو صفتني يا جماعه الخير قاعده كلمه صفتني قاعده اسمع هم ايش يقولون قاعد اقول لك قاعد اقول لك لو تاكلي حتى صحن زي هذا ما راح ياثر عادي ترى والله والله متى الواحد يسمن لا مو هذا قدر صحن قلنا الواحد يسمن لما ياكل من الشيء مره كثير مره لذيذه طريقتها صورناكم على اليوتيوب يا عوشة ما شاء الله عجبها وقالت لي اغرفي لي كمان بالعافيه يلا يلا كله كله بسرعه طبعا ايرا قاعد اكل وجبتي الدايتيه اللي عباره عن باذنجان مع لحم مفروم صراحة لذيذ واللحم ما في له زناخة ابدا ولا في له دهون تحسوه كذا صحي باذنجان شكله مشوحوه بالاير فراير او شيء وكمان خلطت معاه السلطة ايش give her a piece of chickenita where you go my sweetie girl that's pasta ايوه تاكل باستا تاكل اي شيء الله قلت لك قاعدة معانا على الطاولة يا جماعة شوفوا هذا بكرة عجيب لها صحن وهذا تاكل اي شيء في الحياة حرفيا ما شاء الله عليها قلت ايش لو لقيت قطة اي باقي تشرب قهوة قلت لقيت لو لقيت قطة في الشارع وما اكلت عيش حعرف انها مدلعة لانه قطة البيت صاروا ياكلوا عيش الحين ها؟ لا بصل مو كويس ها مو كويس حقنا يا جماعة الخير هذا من جد والله من جد يمثلني لما ادخل المطبخ شوفوا يا جماعة شوف دقيقة عيني ايوه ينحرق باشياء عمره ما حرقتني ويقطع يدي وبهدل الدنيا من جد حفله انا ما مطبخ انا وايام مو اصحاب صراحه وصل الدليفري الاغراض اللي طلبتها خيار وطماطم وبيض اخذ هذا البيض اللي مدعم بالاوميجا وعندنا هنا ليمون لانه مخلص رمان هذا مره اللي تحبون احط له اياه في اللانش بوكس وبشكل عام تاكله بلوبيري وهنا جبنا شوكولاتات لانه راح نسوي حاله دبي جبت 3 انواع شوكولاتات 4 وهنا عندنا للشيخه ايوان نسكافيه ايوان طلبت نسكافيه انه خلص ما شاء الله عليها تقضي عليه زي الوايا فبس والله هذه مشتريت بقاله ولسه الكنافه جايه في الطريق لانه في هذه البقاله ما كان عندهم كنافه تخيلوا قلت لها خايفه من ديلها ترى صار لها 10 دقائق كذا تجري تشوف ديلها وتجري منه تشوف ديلها انه مويه صار مويه بس اول ما تشوفه بس تجري شوف او ماي جاد قلت لها
اشوفه مره ثانيه. خايفه من ذيلة غبية يا هبل، هذه قطعة بدك. قلت لها والله مرعوبة، ومشكلة تطلع فوق، تخيل على بالها انه ايش راح، ما راح يجري وراها فوق. او ماي جاد، لازم نشوف اياه ولا تجي ولا ما راح تهدي. ما راح تهدي، ما راح تهدي. شوف شوف شوف، اخيرا شايفين. يوووو والله you